عندي 21 سنة، سميتو ديالي هاوس فاطمة الزهرة. أنا من فقير لصالح، وأنا دابا تشافيت من مرض كوفيد 19، واليوم إن شاء الله غادي نخرج. وكنشكر الأطباء والممرضات، الدكتورة فاتحي والدكتور عادل والدكتورة صوفيا، الممرضة صوفيا، كنشكرهم بزاف، تعاملوا معنا مزيان. كنشكرهم بزاف، الحمد لله وشكرا لله على نعمة الله. شحال ريحتي في المستشفى؟ اليوم شي 18 يوم التحقت بالمستشفى، يوم جمعة وخرجوا لي التحاليل يوم الأحد، ومشيت للجناح اللي مختص بكوفيد 19 وتم العلاج ديالي والحمد لله جاب الشفاء. اشنو هي الرسالة اللي بغيت تقول للمغاربة؟ كنوجه رسالة للشعب المغربي، يدخل الدار ما يخرجش، ويبقى غادي يحمي نفسه ويحمي الناس اللي معاه والعائلة ديالو، ويصبروا هاد الأيام تيفوت هاد البلاء إن شاء الله، والله ينصر سيدي.